مرحبا، معك نايف حسون Telecommunication and Network Engineer. اليوم حيكون Tutorial number 5 لأن بالكونسل مالتي فيزيكس. اليوم حنتعلم كيف نخلق 2D shape، كيف نشوف different 2D shape و different properties موجودين بقبل كونسل، منهم اليونيون، كيف نجمع أكثر من shape مع بعضهم، كيف ننقص الشيب من بعضهم وغيرها. فأول شيء خلينا نعمل blank model، خلينا نخلق كومبوننت جديد يلي هو عبارة عن 2D كومبوننت. كما انا شايفين في عنا عدد خيارات، انا خلقت هلا 2D كومبوننت. فاول شيء رح اعمل رايت كليك على الجيومتريك لاخلق سيركل، فيني اعمل بيلد سيلكتد، بنلاحظ انه السيركل خلقت عندي. طيب هالسيركل هي السنتر 0 0 والراديوس 1، انا رح اعمل الراديوس هو 10 سنتيمتر 0.1 متر، الحركة 360 درجة من لحظة غيرناها مثلا ل 300 درجة كيف تبين عنا، مأكل منا شوي. خلينا نعمل 360 درجة هيك بدي اياها انا كبيز او راديوس. كمان اذا بدنا نغير كل مرة فينا نسميه كباراميتر، نعمل رايت كليك على جلوبال ديفينيشن باراميتر اور فاريبل، وهيك بضل مبين عنا فينا نغيره لما بدنا. طيب انا هلا خلقت سيركل عندها راديوس 0.1 360 درجة، السنتر هو 0 0. اوكي طيب خليني اخلق سيركل تانية على الوان، الوان تكون هي السنتر تاعها. فانا رح اعمل بالجيومتريك ترانسفورم، اعمل لها كوبي لمين؟ لهالسيركل. قديش على الاكس اكسس؟ لا على الواي اكسس بدي اعمل لها، رح اعمل لها اعتبر من 0 0 لل 1 متر لنعتبر بيل سيلكتد. اوكي السنتر لالي هي 0 كاكس كا يجريك هي 1 كواي يعني 1 بيل سيلكتد تمام. طيب هلا بعد ما اخلق اثنين سيركل خليني اعمل اكستند للفيو، اخلق ريكتانجل بيوصل هاي السيركل بالسيركل الثاني. ففوت على جيومتريك رايت كليك ريكتانجل. شو مميزات هالريكتانجل؟ كويدث هو عبارة عن 2 راديوس 0.2، كهايت هو من 0 ل 1 اذا قلنا من 0 0 لوان تمام كهايت، وكا اكس هي 0 0 كزيرو كاكس ينطلق، لا خلينا ننطلق من ماينس 0.1 راديوس، كواي خلينا ننطلق من 0. نعمل بيلد سيلكتد، بنلاحظ انه وصل اثنين سيركل ببعض. طيب انا هلا هول ثلاثة شيب رح نجمعهم مع بعضهم لخليهم يصيروا شيب واحد اللي هو عبارة عن ستار. فرح اعمل انا بالبوليان يونيون، بنلاحظ خلق هذا الانبوت اوبجكت، انا رح اختار السيركل مع الريكتانجل كمان مع السيركل هيك. انا بدي اقول له كيف انتيرير باوندري، بدي اقول له لا ما بدي اياهم هول الوسط من بيناتهم، رح اعمل بيلد سيلكتد، بنلاحظ صاروا اوبجكت واحد. طيب خلينا هلا من هالاوبجكت نعمل لينير اري. فانا بفرس على الترانسفورم اري، عندي اثنين تايب اوف اري، لينير اري وريكتانجلر اري. خلينا نعتبر عم نعملنا لينير اري، فبفرس على سلوت بقول له على الاكس اكسس انا بدي 3 سلوت، والديستنس بيناتهم بدي 3 سلوت، الديستنس بيناتهم هي 3 متر، لا بعتبر اذا 0.1 بعتبر هي 0.3. نعمل بيل سيلكتد تمام، خلى عندي نعمل اكستند، خلى عندي 3 سلوت. طيب يجي واحد بيقول لي طب انا بدي ريكتانجلر اري، فهلا رح نعتبر عنا ريكتانجل اور كاري سكوير، بعتبره من هون لهون صغير، ولعامل هلا هسه اثنين ريكتانجل لنشوف كيف. نفس على ترانسفورم اري، اختار ريكتانجلر اري يلي هو هذا الريكتانجل، لاعتبر كسايز كاكس سايز كم واحد، لاعتبر عندي 2 على الاكس و2 على الواي. displacement على الاكس لاعتبر هي ماينس 0.3، كواي هي 0 ماينس 0.3 كمان. انا اعمل بيل تمام، وهيك انا خلقت rectangular array وخلقت linear array. طيب خليني هلا اخلق ريكتانجل بغطيهم اثنين نيتون، فاخلق هذا الريكتانجل بيقدر يغطيهم اثنين نيتون. هلا رح اعمل انا بوليان
difference بيناتهم. رح اختار اول واحد هو الريكتانجل الكبير اللي هو R2، ومن بعدها رح احفظ switch، وبهالسويتش انا رح اعمل اختياري يكون هيدا مع هيدا الريكتانجل او الكاريه، وستاتسل بالنص. خلينا نشوف اذا keep interior boundaries، لا بدي شيلهم. خلينا نعمل build، نلاحظ اللي اخترتهم انا نقصتهم من الاوبجكت اللي معي. طيب خلينا اذا بدنا فينا نزيد عليهم نلغي الباقيين او لا، انا بيهمني كيف نقدر نعمل هالشيء. هيك بيكون تعلمنا كيف نقدر نخلق كذا اوبجكت، نستعمل union properties او بالاحرى كل البوليان properties، لانه مثل ما احنا شايفين الباقيين من اسمهم portion او intersection او غيره. نعمل transform اللي هي mirror نفس الطريقة، نعطيها اللاين يلي الدروات اللي بيفصل بيناتهم، الموف لنحركها، سكيل روتيت، الكوبي استعملناها، الاراي تو تايب من اراي ريكتانجل ولينير اراي. كيف نقدر نرسم من هون دايركتلي درو ذا بوكس، او نرسم ونغير اذا بدنا نفوت عليه نغير البروبرتيز تاعونهم. كيف نقدر نرسم سيركل اليبس كورنر او اليبس كورنر، كيف نعمل لاين، في عنا كتير اشياء، لاين كيوبيك كوادريك بوينت، كتير اشياء فينا نستخدمها بقلب الكونسول مالتي فيزيكس. ثانك يو فور واتشينج، بتمنى يلي استفيد من هالفيديو نعمل لايك سبسكرايب كمان شغله. ثانك يو.